أما بعد، بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة عن علو الهمة والمسارعة إلى الخيرات وكيفية المسارعة إلى العلم والعمل وخدمة الوطن وحقيقة مرض كورونا. الأحبة في الله، المولى سبحانه وتعالى أعلى للإنسان قدره وعلمه بعد أن أنزل في كتاب العزيز اقرأ باسم ربك الذي خلق، علمه كيف يكون لديه علو الهمة وكيف يتحلى بأن يكون أولا لديه مسارعة إلى الخيرات، وعلمه أيضا عاقبة هذا الأمر وثوابه العظيم، وجعل جنة الخلد وجنة المأوى والجنة بما فيها من متع لهذا العبد الذي يسارع بالخيرات. من هنا يقول رب العزة جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. مما سبق من الآيات أو من الآيتين السابقتين أحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فما الفرق بين السباق والمسارعة؟ السباق يكون أولا، هناك متسابق أو متسابقون يبدأون السباق، وبعد أن يمر أكثر السباق تأتي المسارعة. يبقى في الأول السباق، بعد السباق بينزل أو بينزلوا في السباق يتسابقون، بعد أن يتسابقون في آخر أو قبل نهاية السباق تأتي المسارعة حتى يكون هناك فائزا. يبقى هناك فرق بين سابق وفرق بين سارع، يأتي السباق أولا ثم تأتي بعد ذلك المسارعة. يبقى هنا ربنا بيقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي عليكم بأن تجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وفي كل الأمور الطيبة حتى تفوزوا بمغفرة الله جل وعلا. يبقى عرفنا الفرق بين وسابقوا وبين وسارعوا. يبقى في الأول بيأتي السباق ثم يأتي من بعده المسارعة. يبقى هنا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الآية بقى التي الآية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى في فرق هنا، ربنا بيقول عرضها كعرض السماء مفرد والأرض، في الآية اللي بعديها والآية الأخرى السماوات والأرض. إيه الفرق بين ربنا سبحانه وتعالى يقول وسابقوا وسارعوا، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض؟
إذا ذكر المفرد يبقى الشيء المفرد لما يذكر يخص به العموم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل كلمة السماء اللي أكبر وأكتر ولا كلمة السماوات؟ الواحد يقول لك لا يا عم دي السماوات أكتر من السماء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى إذا أتى المفرد خص بالعام الكثير. واحد يقول لك ده أنا عندي قطعة أرض، قطعة الأرض دي مفرد ثم قسمها إلى قطع، يبقى لما قسم الأرض إلى قطع يقول أنا عندي قطع من الأراضي، يبقى كلمة السماء مفرد وحديها أعم من السماوات. واحد بيقول لك ده أنا عندي بيت، بيت كبير قسمته لبيوت، يبقى بيقول لك أنا عندي بيوت كتيرة، عندي 10 بيوت، في الأول كان بيت واحد الوقت بيجي 10. يبقى إذا أتى الشيء الواحد يقول لك يا عم دي السماء دي السماوات دي أكتر، لا خد بالك من البيان بتاع القرآن والإعجاز البياني في القرآن. إذا أتى بالمفرد في القرآن فهو أشمل وأعم من الجموع أو من الجمع. يبقى لما واحد يقول لك ده أنا عندي بيت، يبقى يقول لك ده أنا عندي بيت، طب البيت ده قسمه لخمس ست بيوت، هو في الأول كان بيت واحد، يبقى بيت واحد أعم شمل الكل. وذلك ربنا بيقول لك ثم استوى إلى السماء اللي هي الوحدة فسواهن سبع سماوات. يبقى ربنا بيقول عرضها كعرض السماء والأرض. ليه؟ لأن دي هي ربنا نادى فيها المؤمنين، قال عليهم للمؤمنين أعدت للذين آمنوا. في الآية بتاعة سورة آل عمران بيقول لك أعدت للمتقين، يبقى المؤمنين كتار جدا. لذلك ربنا لما ضرب المثل قال كعرض السماء اللي هو أكتر شيء ضرب بها العرض السماء كلها على بعضها. لما جه للمتقين قال السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جمعها هنا ليه؟ لأن خصت بالمتقين. المؤمنين كتار إنما المتقين قليلين. خدوا بالكم من الإعجاز البياني في القرآن، لأن احنا بنقول تملي اجري القرآن وانتوا على يقين بالتفكر في آيات الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول عرضها السماوات والأرض لمين؟ للمتقين، لأن المتقين قليلين إنما المؤمنين كتار. اللي بيدخلوا السباق في الأول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، زي ما قلنا السباق كله بيدخل السباق، لكن في نهاية السباق من اللي بقى باقي؟ اللي بيبقى موجود وسارعوا، بيجي في قبل نهاية السباق بشوية كده يجري يسرع. من هم دول؟ المتقين. إنما في أول السباق كله بيبقى موجود، يبقى وسابقوا كل المؤمنين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إنما التانية أعدت لمن؟ للمتقين اللي هم قليلين. وذكر ربنا لما خص في الأول قال السماء، ولما جاء عند المتقين اللي هم أقل من المؤمنين لأن التقوى أعلى من الإيمان، فقال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، وأتى بصفات المتقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أتى بصيغة الجمع لقلة المتقين الذين ينهون السباق اللي هم بيسارعوا بك. أتت الواو في الأول وسارعوا، إنما عند سابقوا ما جاتش الواو خالص، لأن سابقوا كانت تخص الآيات التي قبلها تتحدث عن الدنيا، إنما هنا ما فيش دنيا ما بتتحدث، لا بتتحدث عن معطوف قبله ألا وهو عذاب النار، ألا وهو التقوى، ألا وهو كذا. يبقى عطفت وسارعوا على ما قبلها لأنها لا تختص بالدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعدت للمتقين أتى بهذا اللفظ لأن المتقين أقل من المؤمنين. يبقى عرفنا الفرق بين وسارعوا
وسابقوا. ده الفرق بين الاثنين دول. وربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بان احنا نسارع في الخيرات. ما احناش ضامنين عمرنا، ما فيش حد فينا ضامن يقوم من مكانه، ما فيش حد فينا ضامن لو رفع ايد هينزلها تاني ولا لا، ما فيش حد فينا ضامن يقول الكلمه ويجيبها للاخر ولا لا. فلذلك نسارع في هذا الامر. من هنا يقول المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه عندما اراد ان يدخلنا في هذا الامر بجد واجتهاد: الدنيا ما هي الا دار. هذه الدار كما قال سيدنا نوح، سيدنا نوح لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الاخر. ادي الدنيا كلها، دخلت من بابين، دخلنا من الباب بتاع المسجد ده وطلعنا من الباب التاني. ايه اللي خدناه؟ الاعمال بتاعتنا بس، هم دول. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بامر بعرض من الدنيا. شوفوا بقى الامر الاصعب، بادروا بالاعمال الصالحه، اي عمل خير تلاقيه اسرع عليه، بادر به على طول. بادروا بالاعمال، كل عمل فيه رضا لله امشي فيه على طول، اي خدمه للعباد امشي فيها على طول. ليه؟ لان اول ما بتيجي الفتن القلوب بتتغير والنفوس بتتغير وكينونة العبد نفسها تتغير. فتن كقطع الليل المظلم. وديكوا شفتوا لما كنا عايشين ازاي قبل 2011، ولما جت 2011 ايه اللي حصل، وبعد 2011 اتغيرت الاخلاقيات ازاي، واتغيرت النفوس والقلوب، والشباب اتغير ازاي، والناس اتغيرت ازاي، والكره بدأ يدب في قلوب الناس، وتفرقنا الى فرق. فتن فتن. يبقى هنا قبل ما تيجي الفتن دي بادروا بالاعمال الصالحة، بادر بالصلوات، بادر بالصدقة، بادر يا اخي كل شيء طيب. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الفتنة بتيجي وراها فتنة أصعب، وراها فتنة أصعب. اوعى تفكروا ان الزمن اللي جاي هيبقى أحلى من اللي فات ولا اللي ولا لا. ده الدنيا هتفضل في تناقص إلى أن تقوم القيامة على شرار الخلق. يضاجع الرجل المرأة في الطريق، العام عرايا، ويكثر الهرج القتل، لا يدري الإنسان بماذا قتل وفي ماذا قتل أخيه. فما فيش زمن هيجي أفضل من اللي قبليه، كل فتنة هتيجي اللي بعديها أصعب. نبادر. طب قبل ما تيجي الفتن دي كلها بادروا. يصبح الرجل مؤمنا في الصباح، بيبقى مؤمن وبيصلي وداخل المساجد ودخل، بالليل بيبقى كافر، بيبيع الدين بالدنيا، على حسب ما بياخد من الفلوس، على حسب ما بياخد من الدول اللي هو فيها، على حسب ما يتقاضى من أجر، بيبيع الدين بتاعه بدنيا. فبنقول دلوقتي بادروا، كل اللي قدامه خير يجري عليه سارع عليه، ما انتش ضامن عمرك. ما تقوليش هسيب لي العيال، لا طلع انت النهارده، لان بكره وبعد ممكن ابنك ده ما يطلعلكش، ممكن ابنك يبقى بخيل، ممكن ابنك ده بكره وبعده يتمتع بالفلوس ويوديها في الحرام، وانت هتتسال طب انت ما طلعتش ليه في حياتك، خايف على ابنك؟ هو ابوك كان خاف عليك؟ ما ابوك سابك وطلعت بقيت راجل ومعاك وبنيت وسكنت ما تخافش على ابنك، خاف على روحك انت، خاف على نفسك انت. لو طلعت صدقه النهارده على طول وابنك طلعها من بعديك، هتستمر ليك وانت في قبرك، هتنفعك انت. اوعى تقول الواد هيطلع من بعدي،
انا بقولها لك، لا واد ولا بنت ولا بتاع، انت طلع عن نفسك، انت شوف حالك مع ربنا، انت شوف حكايتك ايه، شوف انت مع ربنا ايه، مالكش دعوه باولادك من بعديك. بادروا بالاعمال سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا منسيا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. بادروا بالاعمال قبل ما يجوكوا سبع حاجات. شوف نفسك قبل ما سبع حاجات تجيلك. سبع حاجات لو جت صعب انك ترجع زي الاول تاني. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك او سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الخمسه دول قبل ما يجوك الخمسه دول. هل تنتظرون الا فقرا منسيه؟ لو كنت غني اطلع وخلص، اخلص، ما تحطش القرش في جيبك وتخاف عليه، لان ممكن تفتقر، واذا جاء الفقر انساك ذكر الله. بادروا بالاعمال قبل ما يجوكوا سبع حاجات. فقرا منسيا، ينسيك ربنا، ينسيك الصلاه والصوم والعباده، ينسيك كل حاجه في الدنيا حلوه، لانك عاوز تاكل وتشرب وتكسي العيال ليل ونهار، عاوز شغل ليل ونهار، ما انتش فاضل العباده، مش فاضل ذكر ربنا. هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا؟ ربنا لو عطاك هتنساه، هتقول ده انا معايا عندي العربيه وعندي الشقه وعندي الفلوس وعندي العمارات وعندي 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 كل حاجه، هتعب نفسي على ايه؟ هروح اصلي على ايه؟ ما انا عندي ده كله، والعياذ بالله. او غنى مطغيا او مرضا مفندا، مرض هيخليك تكره الدنيا باللي فيها، ممكن يوصلك للكفر، وانت بصحتك بتعمل كل حاجه. طب وطالما ربنا مديك الصحه، صلي وصوم وزكي وطلع واطلع وروح وتعالى وخش المساجد واحضر الدروس واعمل، لكن لو جالك المرض هتتحسر انك ما عملتش كده، هتتحسر ان انت ما حضرتش الدروس ورحت ذهبت للمسجد ورحت عملت الخير وزرت المريض وشفت الغلبانه المسكينه دي هيا وكسيت الارمله واليتيمه، هتتحسر. او هرما او مرضا منسية، المرض، او هرما مفندة، الشيخوخة او كبر السن لما يجي لك وينحني ظهرك، تندم على الشباب، تندم على اللي ما عملتوش، وانت شاب ممكن تعمل كل حاجة كويسة، لما تكبر مش هتقدر تصلي زي الاول، مش هتقدر تتصدق زي الاول، مش هتقدر تعبد ربنا زي الاول. لكن وانت شباب ما تضيعش شبابك، ما تضيعش قوتك. او هرما مفندا او موتا مجهزا، وادينا شفنا الموت بيجي لك فجاه دلوقتي، بتبقى قاعد يا اخي ده كان معانا من ربع ساعه، اه مات يا اخي، ده لسه واكل اللقمه معانا ومتكلم، احنا لسه مكلمه في التليفون، طب مات يا اخي، ده كان واقف والجناه وجع من طوله. أو موتا مجهزا، بيجهز عليك في لحظة واحدة، بتاكل النجمة ما تقدرش تكملها، بتبقى واقف بتجع ما تقدرش تقعد، مش عاملين حساب لليوم ده ليه؟ كلنا بناكل في بعض ليه بس؟ أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر،
إذا جاء فيكم الدجال، إذا جاء الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن أتى من بعدي فكل مسلم حجيج نفسه. أنتوا حرين. ده شر إنسان هيجي على وجه الأرض الدجال، شر منتظر، شر فتنة هيصاب بها المسلم أو المؤمن، شر فتنة على وجه الأرض. هتنتظروا الدجال أو الساعة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تذهل كل مرضعة، كل واحدة شايلة ابنها بترضعه، تسيبه ترميه، عاوزة تنجو بنفسها، ابنها أغلى الناس لها وهي بترضعه بترميه بتذهل عنه. الحامل من هول الفزع بتضع الحمل، بينزل منها من غير ما تحس. بل الساعة أدهى وأمر. في ناس هتبقى في الساعة جامة من غير فزع ولا هلع، جامة مطمئنة من القبور، لأنها قدمت لربنا، لأنها عملت الخير. إنما التانيين هل تنتظرون إلا هؤلاء السبعة لما يجوكم؟ اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. فراغك اللي مقضيه على النت 24 ساعة، فراغك ده خليه في الخير قبل ما يجي الوقت اللي تنشغل فيه وما تعرفش تقرأ حتى آية من القرآن. حاول يا أخوانا، أعني على نفسك بكثرة السجود. يا رسول الله أسأل الله أن أكون رفيقك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. عليكم بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أعني على نفسك بكثرة السجود. سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره. سبع حاجات قاعدين لك بعد موتك، دول قاعدين حسناتك شغالة فيهم على طول. من علم علما أو كرى أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. سبع حاجات بيبقوا معاك في قبرك بعد ما تموت، صحيفة حسناتك معاك شغال على طول. من علم علما يبتغى به وجه الله، من أجرى نهرا ليشرب منه هذا وذاك وتشرب منه كل ذي كبد رطب، من حفر بئرا في صحراء أو في أي مكان أو ركب للناس مية أو وصل حنفية مية للي رايح واللي جاي للمرة أو اشتركوا لدير مية. يا أخوانا الحاجات دي ثوابها عظيم، ما تستجلوش. كفاياكم طلعوا، كفاياكم، مفيش حد هينفعنا، لا ابنك ولا بنتك ولا مراتك ولا اي حد في الدنيا دي. ارجعوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت. مش هيجي الوقت اللي تندم فيه، مش عاوزين نندم في الوقت دوا. علم علما، كرى نهرا، حفر بئرا، غرس نخلا، وساب النخلة دي أو الشجرة دي سبيل لله. البلح اللي طالع منها ده أو الثمر ده سابه لله. عد كده النخل 1 2 3 9 والعشرة دي للغلابة. يا الله علينا وعلى اللي احنا فيه وعلى حبنا للدنيا واللي حصل لنا والقلوب اللي سودت وراحت في 60 داهية من اللي بنعمله في بعض. أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا. ده لو كان مفحص قطاع،
لو 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 مسجد جد مكان عصفورة يا أخي، ربنا هيبني لك بيت في الجنة يا أخي. ابني بيت يا أخي، ابني بيت لربنا، ابني بيت لربنا في الدنيا، ربنا هيديك قصر في الآخرة مكانه. الجرش اللي دفعته في البيت هتاخده 10 و700 و70 ألف و100 ألف ومليون وما لا نهاية يا أخي. وبعدين معانا، وبعدين باللي بنعمله دوا كنز كنز كنز، وفي الآخر بتسيبه زي ما هو. حتى لما تكبر في السن مش هتقدر تستمتع بحاجة منه، مش هتستمتع بمليم واحد، لأن الوقت اللي كنت هتستمتع بيه كان أيام الصحة والشباب، ضيعتها لميت وفي الآخر سبت. أو ورث مصحفا، فين المصاحف اللي بنديها البعض؟ فين المصاحف اللي بنديها للناس؟ فين هي؟ أبدا. كل واحد بخيل حتى يجيب مصحف يقول له خد ده هدية مني ليك. ده انت لو اديته مصحف وقلت له اقرا، الحرف اللي هيقراها تاخد ثوابه انت برضه معاه. او ترك ولدا يستغفر له. ضيعنا روحنا يا اخوانا ليه؟ ادعوا الله في السر انتم موقنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين. من علو الهمة اللي بنتكلم عنها النهاردة أن نتقي الأمراض، الأمراض اللي تفشت مرة واحدة، الأمراض اللي تفشت وإحنا الحمد لله في دولة إسلامية ولغتنا القرآن لغة أهل الجنة. تفشى مرض الكورونا الذي يأتي عن طريق الثدييات كالفئران أو القطط أو الكلاب أو الثعابين أو الخفافيش اللي هو الوطواط أو الضفادع أو أي من الحيوانات كالإبل. بينتشر هذا المرض انتشار النار في الهشيم. يعني لو واحد عنده مرض كورونا دوا وعطس ممكن يصيب كل اللي حواليه. لو العطسة بتاعته جت على أي سطح أو على أي مكان وحد وضع ايده عليها وصلت للانف او الفم او العين هيصاب بالمرض. المرض ده في سنة 1937 تم اكتشاف هذا المرض، الى ان وصل للستينيات، وكان في الاول بيجي عن طريق الطيور. في الستينيات كانت اول حالة انتقلت من الطيور الى الحيوانات، الى ان وصل لسنة 2003 زادت الحالات في السعودية حتى مات منهم 52 حالة. 2013 اتضح أن هناك 7 سلالات لهذا المرض تصيب البشر أو الإنسان، أخطرهم كورونا، سارس، وميرس. الاثنين دول أخطر اثنين بيصيبوا البشر، سارس وميرس. انتقل هذا المرض من الحيوانات، من الطيور إلى الحيوانات، ومن الحيوانات إلى الإنسان، وأصبح مرض فتاك يأتي ليصيب الجهاز التنفسي أو الرئوي، ثم الجزء العلوي من الجهاز أو المعدة أو الأمعاء. هذا المرض يكون له مقدمات كالسعال، الحمى اللي هو العطس، يعني دواء الحمى مثلا، وأمور تاني كشبيهة بالإنفلونزا. طبعا عشان علاج ما فيش علاج اليوم دي إلا علاج الإنفلونزا أو الفيتامينات لتقوية المناعة، لأنه هو بيأتي لكبار السن والأطفال أكتر، كالفيتامينات مثلا وأمراض اللي هي بتاعت الإنفلونزا. وإحنا طبعا معنا الدكتور أسامة علي محمد ومعنا الدكتور محمد علي موسى أساتذة هذا الأمر. فهذا المرض بيصيب أكثر الجهاز التنفسي. فاحنا بنقول اي انسان النهارده، الحمد لله مصر ما فيهاش، الصين اصبح فيها متفشي بطريقه ويسمى كورونا ووهان بالنسبه للبلد اللي فيها المرض ده. فالنهارده يا اخوانا نحاول ان احنا يعني عشان خاطر نقول نلبس كمامات، او النهارده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا المرض، بيجي يلبسوا جزاز المايه دلوقتي
بعد اللي عملوه في المسلمين ربنا اداهم الجزاء. بعد ما كانوا بيموت المسلمين حرقا ويعذبوهم ويعملوا في المسلمين اللي ما اتعملش، النهاردة ربنا ابتلاهم بالمرض دوت. بمجرد ما إنسان بس منهم ويعطس ولو وقف وسط ألف يصابوا الألف دول. لحد امبارح بس ماتوا 212، إنما الأعداد مستمرة وفي تزايد وهيظل في تزايد لحد ما يموت منهم أضعاف أضعاف اللي عذبوه وقتلوه من المسلمين، لأن أفجر ناس على وجه الأرض الصينيين، وأوحش ناس تكره المسلمين الصينيين، وأول بلد عدو للإسلام والمسلمين الصينيين دول اللي بيعبدوا بوذا ويعبدوا الأصنام لحد النهاردة. فربنا ابتلاهم بالمرض ده الفتاك ده، واحنا نحاول ان احنا نتقي المرض دوت، لان ده مرض سمي بكورونا اللي بالنسبة لان شكله كالتاج، يعني سمي تاج باللغة اللاتينية باسمه زي التاج كده، لما شافوه بالمكبرات وجدوه عامل زي التاج كده، لانه مرض فتاك. المرض دوت بيقتل اناس كثيرين. فالنهارده بلاش يا اخوانا من كلمه اللي احنا، يعني احنا الحمد لله البلاد العربيه ما فيهاش الا الامارات، كانت حاله من الصين جات لي الامارات والحمد لله ربنا عافاهم، واحنا عندنا هنا في مصر وزاره الصحه كانت في البحيره لان في يشتبه في حاله، انما الحمد لله ما فيش في مصر. بس احنا بنقول اي انسان تجي له اعراض انفلونزا، تجي له حمى، تجي له حاجات زي كده، يسارع للدكتور مباشره، دكتور صدر، دكتور انف واذن، يسارع للدكاتره دي مباشره علشان خاطر الامر ده، وياخد على طول يشرب في السوائل مباشره. انما هذا المرض يا اخوانا ربنا ابتلى به الصينيين، علشان ربنا بيقول لهم اللي عملتوه في المسلمين انا هعمل فيكم، هديكوا جند واحد من جنودي بس، جند واحد بس هيخلص طار المسلمين اللي عملتوه فيهم دول. فده كان عقاب، وأسأل الله أن يزيد في العقاب للدولة دي، لأن الدولة دي أعدى أعداء الإسلام وأعدى أعداء لمن يقولون لا إله إلا الله. فيا أخوانا كل واحد يحافظ على بيته عياله، أي إنسان يجيله أعراض إنفلونزا يروح لدكتور مباشرة، ليه؟ لأن ما احناش ضامنين. وطبعا بينتقد زي ما قلنا الناس اللي هم بيتباهوا بإيه، بيأكلوا التعابين. تخيل بقى معايا لما دولة تاكل تعابين، بياكلوا الفيران، بياكلوا الكلاب، ياكلوا قطط، ياكلوا الوطواط اللي هو الخفاش ده الوطواط، بياكلوا 44. تخيل بقى لما الحياة اللي بياكلوها دي، تخيل لما الواحد فيهم بيتلذذ وهو بياكل ضفدعة وهي حية، تخيل ان الواحد فيهم بيتلذذ وبياكل فار والفار ده حي، تخيل ان الواحد بيقطع في التعابين وبياكله في التعابين دي. شوف ربنا بينهى عن اكل الجوارح كلها، ربنا بينهي الحكمة معينة، انما دول بيعادوا ربنا، دول بيعاد كل الثدييات وما مشى على الارض وزحف بياكلوه، ولذلك ربنا ابتلاهم. لما واحد ياكلوا كلاب، كلب حي يطيبوه هو حي وياكلوه، ياكلوا فران صاحية، ياكلوا عجارب، ربنا حرم الحاجات دي وبياكلوها يا اخوانا، بيتلذذوا باكل الحاجات دي، حاجات انت تقشعر يعني جسد اول ما اسمعها يقول لك ده كل كلب، كلب ايه يا عم؟ ايوه بياكلوه. تخيلوا بقى يا اخوانا لما ناس بتاكل الحاجات دي ومش عاوزاها يجيلها الامراض دي، ها في السوق العام كده عندهم، ده ربنا هيبتلهم تاني وتاني. نسأل المولى جل في علاه ان يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم انا نكتبك تكتبنا عندك يا ربنا من الذين عافيتهم من الامراض، وعافيت مصرنا الحبيبه من جميع الامراض، والدول العربيه والاسلاميه والمسلمين على شتى بقاع الارض يا رب العالمين، وكل العرب كافه اجمعين مسلمين وغير مسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الامراض يا كريم، وارحم امواتنا وامواتكم وامواتنا اجمعين، واكتبنا عندك يا ربنا من الذين رضيت عنهم في الدنيا وفي الدين.
وحافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.